اسماء الفرق مهما كان اسماء اللعيبه بنحسها تمرينه كده ما لهاش طعم، لكن الجمهور هو اصل الكره طبعا، ده شيء ما فيهوش نقاش. وكويس ان احنا مش هنلعب الوداد بجمهور، جمهوره صعب جدا برضو الوداد. جمهور جمهور الوداد وجمهور الرجاء الحقيقه الاثنين من اقوى الجماهير على مستوى القاره الافريقيه، بس خدي بالك برضو جمهور الاهلي هو الجمهور رقم طبعًا واحد، ده مفيش شك فيه. لكن خلينا نروح لفرقتنا واخبارها واستعداداتها لماتش بكره. حضراتكم عارفين انه امبارح كان راحه سلبيه، النهارده كان في تمرين للنادي الاهلي، تمرين بدني خفيف، التمرين اكتر ركز على التقسيمه، والتمرين ما زال مستمر لغايه اللحظه دي. يمكن زي ما قلت لحضراتكم قبل التمرين على طول كمان الفريق عمل مسحه طبيه قبل انطلاق المران، وده طبعا ضمن الاجراءات الطبيه متبع. رغم الحقيقه الراحه السلبيه امبارح للفريق، لكن موسيماني كان مركز مع اثنين تحديدا، الشيخ وصالح جمعه. الاثنين عملوا تمرينه في الفريق تدريب منفرد زي ما بنقول، والحقيقه كان اللي بيشرف على التدريب كابيلو مدرب الاحمال. يمكن الحقيقه يمكن الناحيه البدنيه كان في تركيز كبير جدا عليها بالنسبه لأحمد الشيخ وبالنسبة لصالح جمعة، اللي نتمنى وأعتقد أنه الاثنين دول هيكون إن شاء الله ليهم دور كبير جدا في مواجهة الوداد إن شاء الله، بس المهم يتم تجهيزهم بشكل يخليهم إضافة للفريق. يمكن زي ما قلنا لحضراتكم كمان ان بيتسو موسيماني واصل الدعم لصالح جمعه لاعب الفريق طبعا من خلال ان هو اتحدث معاه بشكل فردي طبعا بعد مباراه انبي واللي فاز فيها طبعا النادي الاهلي بثلاث اهداف. يمكن هو كان اكد موسيماني ان الفتره القليله اللي شارك فيها صالح جمعه خلال لقاء انبي الاخير اثبتت ان هو قادر ان هو يصنع فرق كبير بفضل طبعا قدراته الفنيه العاليه ولمساته الجيده اللي مش بيختلف عليها حد، يمكن زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. وموسيماني قال لصالح جمعه انت صاحب قدرات فنيه عاليه، سمعت عنها مجرد ما تعاقدت مع النادي الاهلي، انا مش عايز اعرف اي حاجه عن اي ازمه سابقه ليك مع الفريق او مع اي مدرب، واللي يهمني دلوقتي هو التركيز في الملعب وانك تقدم افضل حاجه عندك طبعا، ووقتها انا هدفع بيك طبعا في الملعب من غير ما ادي اهتمام لاي حاجه في الاعلام او السوشيال ميديا عنك. في من الحاجات التفاصيل الصغيره اللي يمكن ما حدش كتير ياخد باله على المستوى الفردي، يعني احنا كل الكلام اللي بنتكلم عليه على النادي الاهلي او على فريق الاول النادي الاهلي مع موسيماني او تحت قياده موسيماني بنتكلم على الناحيه الجماعيه، لكن انا شايف كمان على المستوى الفردي طبعا. يعني انت الشغل او الكلام اللي بيحصل مع صالح جمعه ده، واللي بنتمنى ان شاء الله انه صالح نفسه يستغله احسن استغلال، بيحصل مع لعيبه تانية. انا شفت الحقيقه يمكن موسم ممكن يكون هو الأسوأ للعيب زي جيرالدو في النادي الاهلي، على الرغم ان انا بشوف امكانيات الولد ده على المستوى الفردي بشوفها امكانيات كويسه، يعني مواصفات او مقومات جناح كويس من نوع تقيل، عنده السرعه موجوده، عنده الناحيه الفنيه او المهاريه كويسه، ما اقدرش اقول انها قليله ابدا، ورغم كده قدم موسم مش كويس، مش هو الافضل بالنسبه له. لكن الحقيقه شفت جيرالدو مع موسيماني وماشى تانية شكل تاني خالص، شفت الراجل كانه ما كانش كانه صفقه جديده. نفس الحكايه برده ما حدش يقدر ينكر انه جماهير النادي الاهلي ما كانتش راضيه عن مروان، وكانت شايفه ان هو مش بيقدم التاثير المطلوب منه او التاثير اللي يتناسب مع قدراته ومع موهبته ومع مكانته طول الموسم. لكن الماتش اللي فات انا شايف مروان تاني خالص. كنت عايز اسالك على رايك مروان. لا شايف شايف مهاجم قناص من العيار الثقيل، شايف استقبال كوره على اعلى مستوى وبيخلص كوره من لمسه واحده. كبير قوي. فانا بتكلم انه التحول ده يحصل بعد ماتشين بس على المستوى الجماعي او على المستوى الفردي. العناصر جماهير النادي الاهلي كانت شايفه انها طول السيزون مش في احسن حالاتها، ويحصل التحول ده مره واحده، ده برده شيء لابد انه يتحط في الاعتبار ولابد ان هو يحسب لموسيماني. خليني اقول لحضراتكم بمناسبه مروان، ده يعتبر طبعا واحد من اطول المواسم في تاريخ مسابقه الدوري على الاطلاق. في الموسم ده مروان محسن مهاجم النادي الاهلي قدر انه يحقق رقم قياسي جديد بعد طبعا زياده الحصيله التهديفيه بالنسبه له بالثنائيه الاخيره اللي حطها في امبي في الماتش الاخراني في الجوله 32، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي طبعا بنتيجه 3-0، عشان يكون الموسم الحالي هو افضل مواسم مروان محسن في الدوري المصري من اول ما انضم للنادي الاهلي من حوالي 4 سنين فاتت. مروان حقيقه وصل او انضم للنادي الاهلي سنه 2016، كان جاي من النادي الاسماعيلي بقيمه ماديه تقريبا يعني كلفت النادي الاهلي حوالي 10 مليون جنيه،
وبكده يكون مروان لعب لثلاث انديه في الدوري، النادي طبعا الاهلي والنادي الاسماعيلي ونادي بتروجيت. مروان شارك مع الاهلي في 82 ماتش خلال الاربع مواسم دول، سجل خلالها 21 هدف وعمل اسيست او صنع 6 اهداف. موسم 2015 كان الافضل لمروان، في الموسم ده قدر يسجل مع الاسماعيلي 14 هدف وعمل اسيست او عمل 8 اسيست. اما اعلى معدل تهديفي لمروان محسن فكان مع بتروجيت، وده كان رصيد فيه 18 هدف في اجمالي 73 ماتش خاضهم مع فريق البترولي. طبعا تمكن كمان بالاضافه الاهداف دي من صناعه 3 اهداف. بشكل عام شارك مروان مع الفرق الثلاثه الاهلي والاسماعيلي وبتروجيت في حوالي 150 ماتش، سجل فيهم 44 جول وصنع 16 هدف. افضل موسم لمروان مع الاهلي في مسابقه الدوري من اول ما انضم طبعا للفريق كان موسم الحالي. ليه؟ لانه سجل فيه 8 اهداف من بينها 7 اهداف في الدوري، وبيليه الموسم الماضي سجل 8 اهداف ولكن كان من بينها 6 اهداف فقط بالدوري العام. طيب يمكن نروح يا احمد كمان لمدرب مساعد نادي اورلاندو بايرتس السابق اسمه تيبوه مولوي، اللي اشاد الحقيقه بشجاعه مواطنه طبعا بيتسو موسيماني مدرب الاهلي الجديد، وقال الحقيقه ان هو مش متفاجئ ابدا ان هو قبل التحدي ده المتمثل طبعا في تدريب النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين ان موسيماني مشي قبل اسبوعين عن صفوف سان داونز بعد ما قدم استقالته، وده عشان يحقق حلمه ان هو يدرب النادي الاكثر تتويج جنب ببطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات والتاسعة جاية إن شاء الله. وقال المدرب مساعد ده مولوي إن هو ما تفاجئش لما موسيماني أصبح أول مدرب جنوب إفريقي يدرب خارج البلاد. قال الحقيقة اتكلم عنه كتير قوي في لصحيفة كيك أوف الحقيقة الجنوب إفريقية، وقال إنه بيتسو موسيماني معروف دايما إن هو كان شجاع جدا على مدار مسيرته. قال إن هو أحد اللاعبين القلائل اللي قدروا إن هم يلعبوا في الخارج وفتحوا أبواب أمام لاعبي جنوب إفريقيا لما راح يلعب في اليونان. وقال كمان إن هو تعلم منه إنه مش سهل أبدا السفر للاحتراف الأوروبي. قال كمان إن هو كان هو وماديدا لاعب بشكتاش السابق الاثنين الوحيدين اللي هم احترفوا في أوروبا مع بداية التسعينيات، وده بيظهر مدى شخصيته القوية. وقال كمان إن هو بيعتبر إن انتقاله لتدريب الأهلي مش شيء جديد أبدا على شخصيته، لأن ما كانش فيه أي لاعب جنوب إفريقي راح قبل كده اليونان من قبله. وقال كمان إن هو مش بيفكر أبدا في إنه هيفشل هناك، لا ده كان دايما بيعرف يروح ويحترف ويعمل اشياء صعبه جدا على طريقته الخاصه. فقال انا ما اتفاجئتش بيه، والحقيقه قال انه امر كويس جدا وجيد جدا ان الدول المجاوره تعترف بمدربي جنوب افريقيا اللي بيقدموا طبعا اداء جيد جدا. وقال طبعا كده دلوقتي بعد الخطوه دي الفرص دلوقتي متاحه للجميع. وقال طبعا انه من المشجع جدا ان احنا نشوف كم التقدير والاحترام من الدول التانية لما حد من جنوب أفريقيا بينجح، وإن بيتسو موسيماني لو نجح في إيجاد طريقة نحو تدريب الفرق الخارجية فده طبعا حاجة كويسة جدا لجنوب أفريقيا ولكل المدربين هناك. خلونا نختم أخبارنا سريعا جدا عشان قلنا في العناوين الخبر الخاص باشتراط اتحاد الكرة التأمين على اللعيبة في لائحة شؤون اللاعبين الجديدة واللي تم الإعلان عنها بشكل رسمي مؤخرا. التأمين ده هيشمل حالات الإصابة والعجز الكلي والجزئي والوفاة والعمليات، والتأمين في صورته أو في شكله السابق كان بيشمل الإصابات فقط. كمان نصت لائحة شؤون اللاعبين الموسم اللي جاي إن شاء الله على توثيق عقود الأجهزة الفنية والإدارية، وده هيكون نظير خصم 3% من قيمة التعاقد السنوية كرسوم توثيق، وأيضا 14% قيمة مضافة بالإضافة لرسوم تنمية الموارد. كمان اللجنه الخماسيه قررت الابقاء على عدد 5 لعيبه محترفين مع اعتبار اللعيبه لاعب واحد من شمال افريقيا او من فلسطين او من سوريا كلاعب محلي، وهيتم تقليص بقى الموسم اللي هو 2021 2022 اللي هو اللي بعد اللي جاي هيتم تقليص عدد اللاعبين المحترفين في مصر. في نفس السياق الحقيقه قرر مسؤول اللجنه الخماسيه منع المدربين من العمل في اكثر من نادي بدايه من الموسم المقبل، ويحق المدرب العمل في ناديين فقط بحد اقصى حال استغناء النادي عنه، أما في حالة رحيل المدرب بإرادته فلا يحق له العمل في أي نادي طوال الموسم. ده كان آخر خبر معنا في السادسة، فاصل ونتواصل مع حضراتكم مرة ثانية.